تحية طيبة مشاهدينا وأهلا بكم إلى نشرة مفصلة من قناة صلاح الدين. أعلن محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل من قضاء برجي الشروع بحملة شاملة للإعمار وتقديم الخدمات للمواطنين، وذلك بعد 24 ساعة على اجتماع موسع عقده مع المسؤولين والوجهاء في القضاء ورفضه تسييس المعاناة الإنسانية لضحايا تدمير وإرهاب داعش. واعتبر المحافظ خلال اجتماع عقده في مبنى قائم مقامية بيجي وحضور القائم مقام ومديري دوائر الكهرباء والصحة والتربية والموارد المائية بالمحافظة توفير الكهرباء والماء والخدمات الصحية أسبقية مطلقة، بينما شدد على وجوب تحسين وتأهيل المدارس استعدادا للعام الدراسي المقبل. الحقيقة احنا اليوم راح تكون شروع بداية جديدة في عملية إعمار بيجي لإكمال النواقص الموجودة. السادة المدراء مدير الماء ومدير الكهرباء راح يبقون مع السيد القائم مقام يتابعون هذا الملفين المهمة اللي هم ملف الكهرباء وملف الماء. السيد مدير عام التربية راح يقوم بعملية حصر المدارس التي تحتاج إلى تأهيل قبل بداية السنة، وكذلك المدارس الكرفانية اللي يحتاجها القضاء حتى احنا نتخذ بها إجراءات يجب أن تكون سريعة طبعا. ومدير عام الصحة موجود أيضا حتى يتابع النقص بالغذاء، وأعتقد مراكز اللي انفتحت في بيجي ما انفتحت في أي قضاء آخر، اللي هي مراكز صحية نموذجية كانت أو فرعية، إضافة إلى أنه إحنا نتابع عمل المستشفى ونشوف شنو احتياجاتها ونواقصها. فإحنا عندنا الآن بالنسبة للسيد مدير الكهرباء ومدير الماء، أنتم تتابعون بشكل حثيث وتعملون بأكثر من إمكانياتنا حتى إحنا نعالج المشكلة الموجودة.